لما تنشط نعم هي لما تنشط الجسم فطبعا تيكون هناك حرق الطاقة كتجري الدم. أما أنها تخفض السكر فهذا غير وارد. وهي داخلة يعني أنا شفتها في بعض كثير من ماشي أبحاث غير مقالات أنهم كيتكلموا على هذا الحديد ديال أنها تخفض السكر، ولكن الناس ما خصهمش يغلطوا يسمعونا قلنا لهم راه تخفض السكر يبداو يديروا، لا حنا نكذب على الناس ولا نضلل الناس. ربما ما تضرش أصحاب السكري، نعم لا تضر أصحاب السكري، تضر أصحاب القلب والشرايين، تضر أصحاب الجهاز العصبي، ولكنها لا تضر أصحاب السكري. يعني فرق ما بين لا تضر وما بين تعالج، يعني باش الناس يكونوا يعني نكونوا واضحين معهم ويسمعوا معلومة دقيقة جدا. أما هذا الأمر خطير جدا، هو أن أنا قلت بأن أسوأ خليط هو القهوة مع الحليب، ف يعني الناس ما يقدروش، فعلى الأقل ما يديروش الحليب أكثر من القهوة، يديروا القهوة أكثر من الحليب. نعم، وما يكونش حليب دسم من الأحسن، وإلا فالناس ممكن يزيدوا واحد القطرة ديال الحليب في القهوة كنسميوه احنا مهرسة بالمصطلح المغربي، يعني يزيد واحد النقطة ديال الحليب، يكون حليب بدون دسم يكون أحسن. والخليط مع الشاي أحسن، حليب مع الشاي يتجانس، يعني سبحان الله هكذا، يعني القهوة مع الحليب لا تتجانس. ولماذا يعني سارية في العالم كامل؟ نعم سارية عاليا، واعتاد الناس هذه الأشياء، اعتادها فقط. هي مسألة سيكولوجية، مسألة اجتماع وسيكولوجية، ومسألة سيكولوجيا هذا الشراب أصبح في دماغ الناس، يعني في فكر الناس يعني. العرب هم سادة هذا الشراب، يعني ليس الغرب، العرب هم سادة شراب القهوة. يعني هذه لأن هناك نوع اسمه العربية العربيكا، وكين الروبيستا، كين أنواع أخرى، ولكن هذه هي الأنواع المعروفة الآن في السوق. فالقهوة فيها، يعني نحن نتكلم عن حبوب البن، يعني عن القهوة الطبيعية. حبوب القهوة هي مادة نبات طبيعي خلقه الله سبحانه وتعالى لهذه الأغراض. الإنسان لم يطحن القهوة ويضيفها للخبز، أو لم يعني يطهيها كما يطهي مثلا الفاصوليا والعدس والحمص والفول، ولم يعجنها كما يعجن الخبز، ولم يتناولها كما يتناول اللوز والقرقاع. هذه الأشياء يعني كيحمصها، يعني كيسخنها فعلى النار، تحميص، عملية التحميص شنو هو، كيقليوها على النار، كيديروها في الفراح كتقلى حتى تتحمر شوية، على حسب اللي بغى قهوة مرة يقليها بزاف يعني في الفرح، اللي بغاها شويه مزيانه حمراء وحلوه سميتو عليه ما يقليهاش بزاف غير يصهدها ثم يطحنها ويشربها، ما كاين حتى مشكل. وحتى الا طحنوها الناس بدون تحماص بدون تصهد ولا شيء، طحنوها وعملوها ماشا مع يعني مع الماء هي تشرب. فقليل من يعلم ان القهوه تحتوي على 13% من المواد الدسمه، هي مصنفة مع الحبوب الزيتية. فعلاً هي تقريبا هي تضاهي تقريبا الحبوب الزيتية الأخرى، لأن الزيتون كيوصل حتى 19-20% ديال الزيت. في الأول تيكون يلا 14 ولا 15، ثم أن اللوز والقرقاع وذيك شفيهم كمية حتى 20 حتى 25، كيوصل زريعة الكتان كتوصل حتى 25 من المواد الدسمة من الدهون زيت. والقهوة كذلك فيها زيت، وزيت القهوة هو زيت جيد بالعكس، هو من النوع الممتاز. ولذلك هذه المواد الطيارة هي مواد على شكل حمضيات طيارة، حمضيات دهنية طيارة، ولذلك كتعطي اللي كنسميو حنا بالفرنسية لاروم، اللي كتسمي هذه النكهة القهوة. والناس ملي كيشموا القهوة الطبيعية كتعجبهم، بعض المرات ملي كيشموا القهوة محروقة ما كتعجبهمش، لأن هذوك المكونات كيمشيو منها. ولكن القهوة الطبيعية إلا شموا الناس الحبوب ديالها قبل ما، ولا ملي كيكونوا يحمصوا كتكون عندها واحد ريحة ما شاء الله، من أحسن المنكهات اللي خلق الله على وجه الأرض. هي ملي كتكون هذه القهوة كتحمص، وكانوا كيضيفوا لها شعير، يضيفوا لها حمص، يضيفوا لها بعض التوابل الأخرى كيزيدوا نكهة، وكانت تشرب قليل. ولكن هي القهوة خاصة تكون خفيفة، وخاصة تكون طيبة بطريقة عادية بوحدها، نعم تطيب مع الماء وتصفيها كما كانت من قبل. أما القهوة اللي كيتناولوا الآن في السوق على شكل مصنع، يعني هذاك الدائب، القهوة الدائبة، فطبعا ملي كتصنع المادة أن الصانع مضطر يضيف إليها أشياء حافظة، هنا ما خصهاش يعني تكور، ما خصهاش تجمع، ويعني خاصها تبقى سائله، ملي كتخوي هذاك الباكيه ديالها في الكاس يعني خاصها تكون سائله. الريولوجي ديالها كنسميوه حنا، خاصها يكون هذا، ثم البروبيلانت هذوك اللي كيخليو دوك الحبوب ديالها ما تجمعش، ما يعطيوش ديموت، يعني ما يعطيوش واحد هذوك يعني كتل كبيره. فالصانع مضطر يضيف لها هاد الاشياء، فهاد المواد المحفظه ما هي اللي كتفسد المواد الغذائيه. اما القهوه كماده طبيعيه فالناس كيشربوها، وكانوا كيشربوها جيده، كتحتوي تقريبا على 1.5 من الكافيين، ماده الكافيين،
الكافيين هذه 100 غرام ديال القهوه فيها 1.5 غرام ماده الكافيين يعني 1.5 ما قويه، ولكن ما كنستهلكوش 100 غرام ديال القهوه طبعا، كنستهلكوا 10 ولا 15 حتى 20 غرام، كيكون فيها 0.15 ولا 0 يعني فاصلة 0.7 ولا حاجه، هي يعني ماشي غير مضره، ولكن الا ترددت في اليوم لا شربوها الناس 10 و15 مره نعم فهي علاش، لان تنشيط الجسم اكثر مما يلزم، فطبعا غادي من بعد غادي يعيا سيصاب بعياء، ثم غادي يولي عندنا مشكل ديال الم الراس. انا هو المشكل ان الناس تبيوليو مدمنين على القهوه دابا الا ما شربتش كل عشيه، لماذا؟ لان هي غادي تنشط الجهاز العصبي، كتجري الدم كتفتح هذوك الشرايين الشعيرات الداخليه في المخ في الجهاز العصبي فكيمشي ذاك الالم اللي ما كنتناولوهاش كيرجع هذاك الاصل ديالو طبعا كيبدا يحس الشخص بالالم ولدي نعم حتى الناس اللي ولاو عندهم هذا المشكل اللي كيسميوه الشقيقه، معنى الشقيقه كلمه الشقيقه جات من شق انه كيضروا غير واحد الجهه ديال راسو فعلا، الناس اللي عندهم هذا الالم الراس الحاده فخصهم يحبسوا القهوه، ولكن يحبسوها تدريجيا شويه بشويه يعني على مسافه شهر، يعني على مده شهر باش يبقاو ينقصوا بشويه باش هذه القهوه فيها كذلك الرماد، نحن يعني في المواد صناعه المواد الغذائيه، ونحن نعني علماء التغذيه في التركيب الكيماوي للاغذيه نعني بالرماد الاملاح المعدنيه، ملي كنبغيو نديروا تقييم ديال الاملاح المعدنيه الموجوده في واحد الماده كنحرقوها، قد ما عطاتنا الرماد كثير قد ما كنعرفوا بان فيها املاح معدنيه كثيره، والقهوه فيها 4% ديال الرماد يعني فيها املاح معدنيه كثيره جدا كالسيوم فوسفور حديد كمانيزيوم، ولكن هذا الرماد كيكون فيه على الخصوص كالسيوم واللي كيكون كيمثل يعني اكبر كميه ديال هذا الرماد هذا، فهاد المواد اللي فيها هي مواد غذائيه، هي املاح معدنيه فيها منبه يعني الكافيين، ولكن فيها ماده مسرطنه يعني بنسبه ضعيفه، ماده مسرطنه ديال الكافيستول، فيها ماده الكافيستول هي ماده مسرطنه معروفه، ولذلك على الاقل محل مثلا الناس المصابين بسرطان يعني الاطباء ينصحوهم ما يتناولوش القهوه من الاحسن، يعني نعم بحال البزار بحال القهوه بحال الاشياء اللي فيها مواد مسرطنه من الاحسن ما ياخذوهاش، حتى المواد اللي فيها مضافات غذائيه من الاحسن الناس اللي عندهم سرطان ومرض وتحت العلاج الثقيل يعني هذا العلاج الكيماوي ماشي سهل، فمن الاحسن يتفاداو هاد شراب القهوه من الاحسن يتفاداو هذا. كاين اشياء اخرى، وهو كنعرفوا القهوه بان الانسان كيشربها على شكل شراب كيطيبوها وكيشربوها عادي، ممكن القهوه قبل ما تتحمص ولا حتى تتحمص بواحد الطريقه ماشي تحرق وممكن تطحن وتضاف الى مواد غذائيه اخرى، ليس هناك اي مشكل تضاف الى جميع المواد حتى الخبز، الناس ما كيعرفوش هذا، انا اللي كنعرف كيضيفوها للحلوى هي منكهه، هي القهوه منكهه نعم منكهه، ممكن تضاف للشوربه، ممكن تضاف للاشياء كثيره المواد الغذائيه ممكن تضاف لها القهوه، هذه هي القهوه التي خلق الله، القهوه الطبيعيه حبوب البن لكن المواد الصناعيه الموجوده في السوق التي تباع باسم القهوه نحن لا نتكلم عنها، ثم من الاحسن القهوه ما يتناولوهاش الاطفال، من الاحسن نعم لأنها ربما غادي تزعجهم في النوم، والأطفال لو كياكلوا مواد صناعية الآن يعني إذا زادوا خذوا قهوة غادي يولي عندهم مشكل آخر، فمن الأحسن ما يعطيوهاش الأطفال الصغار لأن غادي يولي عندهم مشكل ديال النوم وحتى المشكل ديال التحصيل، الأطفال اللي كيقراوا اللي كيحفظوا هذاك الشيء، كاين بعض الطلبة في الجامعة مثلا الآن تيشرب قهوة في الليل باش يبقى فايق باش يحفظ، هذا خطأ لأن بعد 10 ديال الليل والفوق ليس هناك برمجة في الجسم في المخ، والمخ الانسان كيولي كيعمل بواحد 20% اللي بغى يحفظ الدروس ديالو يصلي صلاه الصبح ويحفظ بعد صلاه الصبح مباشره تيكون الجهاز العصبي يعني مزيان، تتكون الجريلي المعده تكون فارغه ويكون كل شيء، حتى مع الصباح الا شرب قهوه وحفظ ما كاينش مشكل يعني ما كاينش مشكل، معروفه في الميدان العلمي وان كما قلت ان الاطباء كيمنعوا هذا ماشي غير القهوه، جميع المنبهات والمنشطات كيمنعوهم على الاشخاص اللي عندهم بعض الاعراض، ان القهوه كتمنع على الشيوخ اولا الناس اللي عندهم 60 عام والفوق ما خصهمش يشربوا قهوه، ثم كما يعني قلت معلومه ديال الاطفال من الاحسن الاطفال ما ياخذوهاش، الاشخاص اللي عندهم اعراض ديال القلب هو الاول يعني هذه ممنوع عليهم المنبهات ثم الاشخاص كذلك اللي عندهم هذا الالم الراس الحاده اللي تكلمت عليها، الام الراس الحاده واللي عندهم بعض الاعراض تتعلق بالجهاز العصبي ممنوع عليهم هذه المنبهات، والنساء الحوامل والمرضعات نساء الحوامل والمرضعات هذو الناس اللي تحت العلاج هذو كلهم خصهم يحيدوا القهوه، لانه هو الشراب ترفيهي ديال الناس اللي صحاح واللي عندهم الاعمار ديالهم من 20 حتى 40 ولا 45، وعلاش؟ لان هذا هو العمر النشط يعني كيخدم
كيتحرك كيركز كيدير هذا الا شرب شويه قهوه وتكون قهوه طبيعيه لا مرة في اليوم يعني ماشي مشكل. لماذا؟ لان هذا كما قلت الجسم الى تنشط اكثر مما يلزم ولا خد واحد الماده اللي غادا تغير لي الفيزيولوجيا ديالو اللي من ضربات القلب طبعا كتزيد وحنا كنعرفوا على ان العكس ديال لي دروغ العكس ديال هذوك المخدرات هو القهوه كدير العسل. كاين هناك بعد نشط مشروبات كانيطات هادو مشروبات ديال بعض المشروبات المنبهه اللي كيتناولوها الاطفال وخصوصا في الدول الشرقيه يعني كيتناولوها لانها منشطات. وهاد المشروبات هادي ما فيها حتى شي حاجه فيها اما الكافيين اما التورين كالكارنيتين تورين كافيين هادو هما المواد اللي كيخدموا بها الصناع كيصنعوا هادي. وهنا العاليين الى بدا كيتناولها بكثره لمده 5-6 سنوات فالجسم ديالو ماشي غادي يعني غادي الوظائف كلها غادي تخرب الوظائف كلها تخرب. ولذلك انا اتكلم كما قلت عن مادة طبيعية خلقها الله إذا تناولها الإنسان في حدودها مع الصباح ولا حتى 12 ما كاينش مشكل ولكن في المساء لا مسألة أنها تزعج الجهاز العصبي وحتى القضية ديال ضربات القلب لأن الجسم في الليل في النوم أثناء النوم أثناء السكون الجسم اللي كيكون ساكن يجب على ضربات القلب أن يكون ضربات هادئة وكذلك تنفس ديال الجسم كيكون هادئ أثناء النوم. فإذا خذوا الناس منبهات ربما الشخص يكون نائم ولكن ضربات القلب ديالو مازال خدامين بنفس الحدة والشاي لا مقارنة مع القهوة يعني الشاي الناس خصهم يشربوه بكثرة يعني لأن مادة التين هو ما فيش مواد مسرطنة بالعكس في مواد حافظة من السرطان وهذه مادة التين اسمها التين لان في الشاي ثم سميت هذه الكافيين لان كاينه في القهوه والكافيين هي عكس التين يعني العمل ديال التين ماشي التين كينشط واحد تنشط الجسم بواحد الطريقه بسيطه ومتكامله وطويله الامد التين ماشي قهوه عنيفه الكافيين لا الكافيين منشط منبه عنيف يعني حال ما كتشرب القهوه كتوصل للدم صافي ضربات القلب كتزاد وكتولي يعني الجسم ديالك خصك يعني خصك تخدم الا ما خدمتيش الا كنتي كتشرب القهوه وجالس هذه كارثه عاوتاني يعني كارثه. كاين الناس ديال السكر قال لك بان كينصحوهم يشربوها باش يخفض لهم السكر. لا ليس هناك اي شيء في القهوه يحد من السكر عليه كل النبات جيد لأصحاب السكري ولكن القهوة بالعكس أنا أقول العكس يعني لماذا لأن